هسألك سؤال كنت تسأله الكابتن طارق السيد دلوقتي. هو الراجل أكيد جاوب. هو جاوب بس سمعته؟ لا. حلو عشان للأسف. ممكن تقول إجابة تانية. كان أقول إجابة تانية بالظبط. كابتن طارق حبيبي اللي جاوبه وأنا جاوبته. فتوح. ماله؟ جدد للزمالك وهيمشي ولا مجدد الزمالك ومكمل؟ لا. الراجل قال إيه؟ لا ما هو الراجل ده اللي جدد أصلاً. ماليش فيه. اللي كان قاعد على الهواء قبلي. وريني معلوماتك. كابتن طارق السبب الرئيسي للتجديد. جميل. معلوماتي. انا قلت لك قبل كده ان كان في مكالمه حصلت بيني وبين سمير صلاح اللي هو وكيل اللاعب، ان في اتفاق شفهي مع الزمالك ان اللاعب لو جاله عرض مناسب احتراف ان الزمالك يوافق عليه. العرض ده مشروط باتفاق شفهي مش مكتوب في ورق. وكمان سمير صلاح بيقول في الموضوع اللي هو وكيل اللاعب يعني ان كل ست شهور بيبقى فيه رقم في اتفاق عليه مع الزمالك. يعني سي اول ست شهور فتوح يتباع ب 5 مليون دولار تاني ست شهور يتباع ب 4 مليون دولار وكذلك يا كريم. ولكن في الاول وفي الاخر الزمالك مش هيفرط في فتوح الفتره دي. فكره تسويق فتوح او الاستفاده منه ماليا مش مطروحه دلوقتي. ممكن في نهايه الموسم. ممكن في نهايه الموسم لو في حاجه كويسه للاعب والزمالك هيستفيد ويبقى عنده بدائل وقتها الزمالك يتحرك في الملف. حلو. ده حلو قوي. ده كلام حلو قوي. نقف عندنا.